أحييهم وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدي وحبيبي وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم. سيد المشاهد وسيد الله وقتكم بكل خير من ولاية المنيعة وبالضبط من أمام مسجد الشيخ محمد بن الكبير رحمة الله عليه، المعروف هذا المسجد بن جدو. يظهر معنا السيد رئيس اللجنة الدينية لهذا المسجد سي بن جدو محمد، اللي كاين فيه مشروع إن شاء الله تاع بناء صومعة، والكلمة لسي رئيس اللجنة في تفاصيل أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أيها الإخوة. عندنا مشروع نتاع صمعة بإذن الله، اللي يحب يشارك معنا في الصمعة على وجه مولانا إن الله لا يضيع المحسنين.